يبيع بطيخ. طبعا في تويتر حسب ما انتشرت الأخبار أنه الحدث كان يبيع بطيخ على الرصيف، وداهمته البلدية، ومن ثم رفع عليه قضية، ومن ثم صدر حكم بسجنه شهر. اتضح من خلال تواصلنا مع عائلة هذا الحدث أنه كان يبيع ألعاب أطفال وليس بطيخ، ولكن فليكن بطيخ ألعاب أطفال. هذا الحدث يبيع بحلاله ويعمل في مهنة بالحلال لسد قوت يومه، ليصرف على عائلته، ليصرف على نفسه. يعني بالنهاية هذا بدون لا عمل ولا وظيفة ولا موضوع. البدون أنا دائما أتكلم فيه، لأني يعني بالنهاية ما أقدر أمر على قضية بدون وأتجاوزها، يعني لأن إذا الحكومة ضدهم، الجهات الرسمية ضدهم، نحن كإعلاميين وكوسائل إعلام من قلة المروءة ألا ننصفهم. على الأقل هذا دورنا، سلط الضوء على قضاياهم، وبالنهاية القرار مو بيدنا، لكن هذا دورنا واجبنا وأخلاقنا، لأن احنا نتعامل مع ناس. الإنسانية ما لازم تتعامل مع الإنسانية بعمى ألوان، ما عندك هذا بدون، هذا كويتي، هذا وافد. الإنسان يبقى إنسان شئنا أم أبينا، ونتعامل معه من هذا المنطلق. الحكومة والداخلية والبلدية عجلين على ألقاء القبض على طفل بدون يقتات من بيع بطيخ ولا من بيع ألعاب على رصيف، لكن مو عجلين ولا يستطيعون إلقاء القبض على تجار الأغذية الفاسدة اللي دمروا البلد وملأوا بطون المواطنين من اللحوم الفاسدة، ومو عجلين على أنهم يلقون القبض على تجار الأدوية الفاسدة. تجاوزنا مرحلة الأغذية الفاسدة ووصلنا إلى مرحلة الأدوية الفاسدة، يعني حتى العقاقير اللي تعالجنا فسدوها حسبي الله عليهم، وحاطين حرتهم في هالبدون وشادين حيلهم على هالأطفال البدون، يطردونهم تقول عصافير من رصيف إلى رصيف، ومن إشارة إلى إشارة، ومن مدرسة إلى مدرسة، ومن محول إلى محول، وكأن المشاكل انتهت. ما في مشاكل إلا طفل بدون يبيع له على رصيف. عموما هذا الطفل أو هذا الحدث، محمد ناصر معانا، أخوه سامي على الخط، نبي نستفسر منه بس عن هذه القضية. سامي تسمعني؟ معك استاذ سامي. شنو التفاصيل بس اللي يلي. اول شيء محمد كم عمره؟ عمره 17. ليه احنا حاولنا ناخذ اتصال هاتفي، تعذرت وقلتوا عنده مشكله في الصوت او شيء، او لسانه بس شوي ثقيل وينحرق، يعني مجتمعي، يعني لسانه ثقيل. ايه في ثقل باللسان. اها وين امسكوه؟ يبيع بطيخ ولا كان يبيع العاب مثل ما قلت انا؟ لا صحيح كلامك، العاب اطفال كان يبيع. اها اول مره يصيدونه ولا لا؟ هي اول مره صادوه في شهر رمضان اللي فات. ايه واعطوه مخالفه. ايه وصادروا الالعاب. اها في منطقه البيحة. طيب الان صدر عليه حكم بالسجن مع النفاذ سامي ولا مو مع النفاذ؟ لا مكتوب حكم تنفيذ، يعني تنفيذ الاحكام هو اللي مراجع. طيب هل الحكم سجن شهر ولا تكليف باعمال؟ يعني لان حدث يكلف باعمال في جهات حكوميه او امور خدميه مثل ما هو معروف. لا الحكم وضع المتهم تحت اختبار قضائي لمده شهر. اها الاحداث. اها طيب يراجع المخفر كل يوم يحضر مثلا ولا شلون؟ لا يراجع اداره الاحداث. اداره الاحداث يتسلم لهم هذا. اها انت تعمل في وظيفة سامي؟ اخوانك يعملون ولا بدون وظيفة؟ لا في بعضنا يعمل في بعضنا ما يعمل. تعملون مثل عمل محمد يعني في البيع المتجول ولا في وظائف محددة؟ لا وظائف اخرى. اها الله يوفقكم ان شاء الله، وحنا ان شاء الله تمنياتنا ايضا لمحمد ان بكره ان شاء الله يكبر، وان شاء الله يساعدكم ايضا ويجد عمل شريف محترم، حتى وان كان في بيع البطيخ ولا في بيع الالعاب ولا في بيع اي شيء. هذه اعمال كلها اعمال شريفه واعمال حلال، والله يوفقكم ويوفق محمد. مشكور يا سامي. الله يجزاك خير. الله يجزاك.